سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مع برنامج الفضل العظيم. نحن معكم على الهواء مباشرة من 4:30 إلى 5:30 عصرا خلال الشهر الكريم. أرحب بالمشاهدين الكرام على قناة دبي الفضائية ومشاهدين عبر قناة نور دبي. في بداية هذه الحلقة أرحب وإياكم بفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحيم سلطان العلماء، أستاذ الفقه وأصوله بجامعة الإمارات. كما أرحب بالزميل صلاح عودة الذي يرافقنا في هذه الحلقات بلغة الإشارة. أعزائي، نستقبل اتصالاتكم واستفساراتكم على الأرقام التي ستظهر على الشاشة بعد قليل. حياك الله. الله يحييكم. بارك فيك. اليوم فضل الشيخ معك والمشاهدين الكرام، وزكاة الفطر آداب وأحكام. إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى. والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين وخير خلق الله أجمعين ورحمة الله للعالمين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. زكاة الفطر مقدار مفروض شرعا يخرجها المسلم قبل صلاة عيد الفطر يختم بها عمل رمضان لتكون له طهرة مما قد يلحقه من خلل في صومه وطعمة للمساكين تغنيهم عن السؤال يوم العيد. عن ابن عباس رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. والحكمة من مشروعيتها لأمرين: الأول يتعلق بالصائمين، وما عسى أن يكون شاب صيامهم من لغو القول ورفث الكلام، فإن الصيام الكامل هو الذي يصوم فيه اللسان والجوارح كما يصوم البطن والفرج، فكأن هذه الزكاة بمثابة غسل يتطهر به الصائم مما شاب صومه وتجبر ما فيه من قصور، فإن الحسنات يذهبن السيئات. والثاني يتعلق بالمجتمع وإشاعة المحبة والمسرة في جميع أنحائه وخاصة المساكين وأهل الحاجة، فالعيد يوم فرح وسرور عام، وينبغي أن يعم السرور كافة أبناء المجتمع، ولن يفرح المسكين إذا رأى الموسرين يأكلون ما لذ وطاب وهو لا يجد قوت يومه، فاقتضت حكمة الشارع أن يفرض له في هذا اليوم ما يغنيه عن الحاجة وذل السؤال. ولذلك كان من حكمة الشارع تقليل مقدار الواجب وإخراجه مما يسهل على الناس من غالب قوتهم حتى يشترك أكبر عدد ممكن من الأمة في هذه المساهمة. وزكاة الفطر ثبتت فرضيتها بحديث ابن عمر رضي الله عنهما
فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وفي رواية أخرى فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وتجب زكاة الفطر على كل مسلم قادر على إخراجها في وقت وجوبها، سواء كانت موجودة عنده أو يمكنه اقتراضها مع رجاء الوفاء. ولا يشترط ملك النصاب في وجوب أداء زكاة الفطر، غير أنه يشترط أن تكون زائدة عن قوت المكلف وقوت جميع من تلزمه نفقتهم ليلة العيد ويومه. وذهب جمهور أهل العلم إلى أن هذا هو حد الغنى لوجوب زكاة الفطر على الإنسان، أخذا من حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من جمر جهنم. قالوا: يا رسول الله، وما يغنيه؟ قال: ما يغديه أو يعشيه، وفي لفظ: أن يكون له شبع يوم وليلة أو ليلة ويوم. وخالف السادة الحنفية فاشترطوا للوجوب أن يملك الشخص نصابا من أي مال كان فاضلا عن الحوائج الأصلية، مستدلين بقوله صلى الله عليه وسلم: لا صدقة إلا عن ظهر غنى. والذي عليه الفتوى أن رأي الجمهور أقوى، لأن زكاة الفطر زكاة أبدان لا تزيد بزيادة المال حتى يعتبر فيها وجوب النصاب، فهي أشبه بالكفارات لا بزكاة الأموال، ولذلك لم يقيدها الشارع بغنى أو فقر، فشمل الصغير والكبير والذكر والأنثى. ويخرجها المكلف عن نفسه وعن كل مسلم تلزمه نفقته من الأقارب، مثل والديه الفقيرين وأولاده الذكور البالغين العاجزين عن الكسب وغير البالغين إلى أن يبلغوا، والإناث حتى يتزوجن، وعن زوجته وزوجة أبيه الفقير، وعن خادمه أو خادم كل من هو ملزم بالنفقة عليه. ولا تجب زكاة الفطر عن الجنين الذي هو في بطن الأم، ويستحب عند بعض أهل العلم عملا بما ورد عن سيدنا عثمان رضي الله عنه. وتجب الزكاة على الراجح بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وبعضهم ذهب إلى أن الزكاة تجب بطلوع فجر يوم العيد، فمن ولد له ولد قبل غروب الشمس ليلة العيد وجب الزكاة عنه عند الجمهور، ومن ولد قبل الفجر وجب على القول الثاني، ومن مات قبل غروب شمس ليلة العيد فلا تجب إخراج الزكاة عنه عند الجمهور، ويندب إخراجها بعد فجر يوم العيد، ويحرم تأخيرها عن يوم العيد، ولا تسقط بمضي يوم العيد، بل تبقى في ذمته أبدا حتى يخرجها، ويكون قضاء لا أداء. ويجوز تقديمها قبل يوم العيد بيوم أو يومين، ولا يجوز عند السادة المالكية أكثر من ذلك. وذهبت الشافعية إلى جواز إخراجها من أول شهر رمضان، لأنها تجب بسببين: بصوم رمضان وبالفطر منه، فإذا وجد أحدهما جاز تقديمها على الآخر كزكاة المال بعد ملك النصاب وقبل الحول.
ومقدار الزكاة صاع عن كل شخص من غالب قوت البلد كالقمح والشعير والسلت والذرة والدخن والأرز والتمر والزبيب والأقط. وجمهور العلماء لا يجيزون إلا إخراجها من غالب قوت البلد، إلا أن يكون غير الغالب أفضل، كما لو كان الغالب هو الشعير فأخرج القمح. ومن لم يكن مستطيعا للصاع بل بعضها أخرج البعض، ويساوي الصاع 2200 جرام من القمح تقريبا. والأحوط إخراج ما يساوي 3 كيلوغرامات، لأن بعض الأصناف أخف من بعض، وقد يكون بعض القوت أثقل من القمح. ويجوز إخراج القيمة عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وإليه ذهب جملة من السلف مثل عمر بن عبد العزيز والحسن البصري وعطاء بن أبي رباح وسفيان الثوري رحمهم الله، وبه يفتي المتأخرون من جميع المذاهب في عصرنا. ومما يدل لهذا الرأي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أغنوهم، أي المساكين، عن السؤال في هذا اليوم. والإغناء يتحقق بالقيمة كما يتحقق بالطعام، وربما كانت القيمة أفضل في كثير من الأماكن، إذ كثرة الطعام عند الفقير تحوجه إلى أن يبيعها، والقيمة تمكنه من شراء ما يلزمه من الأطعمة والملابس وسائر الحاجات. والمدار في الأفضلية مدى انتفاع الفقير بما يدفع له، فإن كان انتفاعه بالطعام أكثر كان دفع الطعام أفضل، وذلك في مثل حالتي المجاعة والشدة. وأما إن كان انتفاعه بالنقود أكثر كان دفع النقود أفضل. وأختم بالحديث عن موضوع مسألة أثيرت في الأيام الأخيرة، وللأسف أمة الإسلام ابتليت بالعديد من الذين نصبوا أنفسهم مفتين دون أن تكون لديهم خلفية فقهية، ودون أن ينظروا إلى أقوال أهل العلم وإلى إجماع الأمة وإلى الأحاديث الصحيحة الصريحة بذلك. من ذلك ما سمعنا عبر الأيام الماضية من أن شخصا يقول أن الحائض لها أن تصوم، وأن الاستمناء لا المتعمد لا يفطر الصوم، وكذلك الآن سمعنا الفرق بين الغني والفقير في مقدار الزكاة. لا بد أن ندرك أيها الناس أن الله تبارك وتعالى لم يفرق في مقدار الواجب بين فقير وغني، إنما فرق أن الغني تلزمه بعض الأحكام والفقير لا تلزمه. فمثلا الفقير ليس عليه الزكاة لأنه لا يملك نصابا، لكن الذي ملك نصابا، من ملك النصاب وهو أقل النصاب، لنفترض أنه 13,000 درهم، ومن ملك 13 مليار، كلهم يخرجون نفس النسبة 2.5%. من كان يملك 5 رؤوس من الجمال وهو فقير، ومن كان يملك مثلا 5 رؤوس وهو غني، يخرج شاة واحدة، كلاهما واحد. زكاة المال 2.5% مثلا في السنة. زكاة الزروع والثمار إذا كان سقي بالمطر في العشر، وإذا سقي بالنضح نصف العشر، ولا يختلف بين فقير ولا غني. الذي ألبس عليهم هؤلاء أنهم قاسوا زكاة الفطر بزكاة الزروع والثمار، واحتجوا بأن النقود كانت قليلة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الناس كانوا يقايضون البضاعة بعضها ببعض. هذا غير صحيح، النقود كانت متوفرة، وفي الأحاديث كثيرة. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يبيع إناء لشخص قال: من يشتري هذا من يشتري هذا؟ فقال رجل: أنا أشتري بدرهم. قال: من يزيد؟ فقال رجل: أنا أشتريه بدرهمين. فباعه
اللي الذي اشتراه الدرهمين. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما دفع لعروة البارقي دينارا ليشتري شاة، ثم جاء وباع الشاة بدينارين، ثم أرجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم الشاة والدينار. فمعنى ذلك أن الدنانير كانت موجودة والدراهم كانت موجودة. ولما وجه بلالا عندما كان يبادل التمر بالتمر الجيدة بالرديء، قال لا تفعل لأن التمر من الأصناف الربوية، قال بل بيعه بالدرهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. الذي ألبس عليهم أن الإمام أبو حنيفة قال بالاشتراط ملك النصاب، ولذلك ذهبوا إلى قياس على الزروع والثمار. لما ننظر إلى الأصناف الزكوية التي شرحها الرسول صلى الله عليه وسلم أو نص عليها، فيها الأقط، والأقط ليس من الزروع ولا من الثمار. طيب، ورأي الإمام أبي حنيفة الأصل عند الجميع المذاهب أن لم يقل أحد بأنه لا يجوز إخراج الطعام، وإنما الخلاف في جواز إخراج القيمة بدلا عن الطعام، فالكل يقول بجواز إخراج الطعام، لكن الإمام العظم أجاز إخراج القيمة واشترط. لكن الإمام أبي حنيفة يخالف الجمهور في أصل اشتراط الوجوب، يعني بمعنى أنه يقول لا تجب زكاة الفطر إلا على من يملك نصابا حتى يكون غنيا، والجمهور يقولون لا، الغنى في هذا الموضع مرتبط بالغداء والعشاء بنفقة يوم العيد وليلته. ثم الإمام أبو حنيفة حتى لا يدلس على الإمام أبو حنيفة لم يقص على زكاة الزروع والثمار، بل قال من ملك نصابا من أي مال، فلو ملك نصابا من الغنم وجب عليه زكاة الفطر، ومن وجب عليه من ملك نصابا من الإبل وجب عليه زكاة، من ملك نصابا من الزروع الثمار وجب، من ملك نصابا من النقدين وجب عليه. فلذلك لا نريد أن نقول الآن أننا، ولذلك في التراويح، في الصلوات، في الحج، في الصوم رمضان لم يقل أن الصحيح السالم يصوم شهرين والمريض يصوم شهر، لا فرق في العبادات. أما يريد أن يتفضل بالنوافل هذا شيء آخر، لكن أن تأتي وتلزم الفقير بكذا وتقول للغني أنه وتفرق بينهما، فقد نص العلماء المعاصرون أن هذا القول باطل لأنه يصادم النص. ولذلك أسأل الله تبارك وتعالى لنا جميعا أن نستمع القول وأن نهتدي للحق، والرجوع إلى الحق فضيلة، وليس معنى أننا نبين هذا الحكم أننا ننتقص من قدر إنسان، لكن الفتوى إذا كان خاطئا يجب علينا شرعا أن ننبه هذا، وأن ننبه أنه لا يجوز العمل بمثل هذا الفتوى لأنه ليس عليه دليل ويخالف نصا صريحا في الحديث النبوي الشريف. يبارك فيك فضيل الشيخ على هذا التوضيح، خاصة نحن مقبلون على زكاة الفطر. مشاهدي الكرام، سأذهب إلى فاصل سريع وأعود إن شاء الله مع فضيلة الشيخ، ونستقبل إن شاء الله الاتصالات، ونبدأ بالسؤال الذي ختمنا به الحلقة الماضية، زكاة أو عفوا راتب الزوجة لمن، بعد الفاصل نتواصل. أهلا بالجميع. فضيل الشيخ، بعض المجامع الفقهية أعتقد يمكن الدورة 15 ناقشوا موضوع راتب الزوجة لمن، لكن في رسالة من الأخت من كولومبيا، أسئلتها كثيرة ما شاء الله، من ضمن أسئلتها أود أن أعرف رأي الشرع في تحكم الزوج في مال المرأة العاملة، دخلها مرتبها أحيانا شيخنا تكون موظفة وأحيانا هي في البيت لكن عندها تجارة، فهل للزوج نصيب من راتب الزوجة أو دخلها؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. المعتمد من أقوال أهل العلم أن لكل من الزوجين ذمة مالية مستقلة، بمعنى أن ما تملكها الزوجة هي لها وليس لأحد الحق فيها، وكذلك الرجل إلا ما كان من النفقة بمقدار النفقة، والزوج ليس له حق في مال الزوجة باسم النفقة، أما الزوجة فلها حق إذا كان هو يمتنع عن دفع النفقة. إلا أن الإمام مالك رحمه الله
يرى أن المرأة المتزوجة ليس لها أن تتبرع بأكثر من ثلث مالها بغير إذن الزوج، فأجاز لها التصرف في حدود الثلث، أما أكثر من ذلك تستأذن الزوج. لكن الصحيح أن أموال على مر التاريخ كانوا هناك نساء يعني غنيات، وكنا وهناك أزواج فقراء، بل إن بعض زوجات الصحابة جئنا وسألنا الرسول صلى الله عليه وسلم هل يزكين عن الأزواج، يعني دليل أن الزوج كان فقيرا حتى كان من أصناف الزكاة، والزوجة من الذين يدفعون الزكاة. ولم يثبت على مر التاريخ هذا أن الإنسان منع زوجته. والأصل والقاعدة الشرعية كما ورد في حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. والنقطة الثانية يا مولانا أن هذا المال إذا كان للزوج دخل فيه هذا شيء آخر، بمعنى أن استخدمت بعض مقدرات الزوج، مثلا خصصت ركنا من البيت وتاجرت فيه، فهذا إذا كان الزوج من الأشخاص الذين لا يرضون إلا بدفع إيجار فهذا له حق في جزء من هذا، لكن غير ذلك لا. نعم فضل شيخ، أخذ من ليبيا آمنة وأعود إلى مسألة الزوج، يقول أن الزوجة تأخذ من وقت البيت، يعني بتداوم الساعة 7 تأتي الساعة 3. نأخذ اتصال. تفضلي يا آمنة من ليبيا. أيه نسمع. حياك الله، تفضلي يا آمنة، اسمعيني فقط من الهاتف، تفضلي. ألو، كيف حالك الشيخ؟ الحمد لله. كيف حالك سيدي الشيخ، كيف حالك؟ الحمد لله. الله يبارك فيك، تفضلي بالسؤال، حياك الله. أنا طلعت أستاذ من بيتي ومدة 5 سنين، كان زوجي متوفي، وصار الحرب وطلعت وأنا في العدة شاري. نعم. بعدين كملت العدة شاري الأخرين، شاري وعشرين الأخرين عند بنتي. أيوة. لما رديت كنت بيتي يعني تهدم الحرب. نعم. يعني هذا حرام ولا لا لما طلعت من بيتي؟ أيوة. وأنا في ظروف في يعني الحرب. إن شاء الله، مشكورة يا أمنة، حياك الله. إذا خرجت من بيتها في وقت العدة وعادت مرة ثانية كملت الشهرين. أم حصة، تفضلي من رأس الخيمة يا أم حصة، حياك الله. أم حصة اسمعيني من الهاتف لو تكرمتي يا أختي، تفضلي. تسمعني أم حصة؟ إذا تسمعيني تفضلي يا أختي بالسؤال، الشيخ يسمع. من فضلك الشيخ، تفضل. الوالدة تسأل. نعم تفضلي. أنها تختم المصحف عن روح والدينها. نعم. فهل يجوز هالشيء؟ وإذا أنها تختم المصحف عن روح والدينها الاثنين يعني، أو كل ختمة لشخص واحد عن روح شخص، يعني شخص واحد بس. إن شاء الله. شكرا. هم متوفين الله يرحمهم يعني. الله يرحم الجميع، شكرا يا أم حصة، حياك الله. تفضلي يا منى من أبو ظبي. منى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت لي بسأل الشيخ. نعم تفضلي يا أختي، سمعت الشيخ. نعم. لي وأختي يعني ساكنة عند أختي بنت كبيرة عمري حدود قريب 40، عمر يعني بنت يتيمة. نعم. وساكنة عند أختي، وأختي معاملتها معي ما هي زينة. أختي ما شاء الله هي الوربي عايشة مع عيال ما شاء الله، وتغضب علي وما تبغى ترضاي، وهم عاملني معاملة ما حلوة معي صراحة، ويسألني هرت أبد من معاملة يعني معاملة صراحة. سيئة بين الأخت وأختها شيخنا، لأنها تسكن وياها. إن شاء الله يا منى، شكرا، حياك الله. لا لا لا، عدل معي سوالات، عدل معي اثنين. تفضلي تفضلي تفضلي. الله يطول عمرك أنت والشيخ والإمام وياك إن شاء الله، تفضلي. ومهم قبل رمضان ديال أبطاس ورحت استسمحت منها، قلت ما بغيت ما بغيت تسامحيني، ما بغيت تسامحيني. نعم. والمرة دي ما عاد سامحتها صراحة. نعم. بس نحت نفسي هي خاطري، هي ما شو معاملتها معي. نعم أنا مرتاحة قلبي هنا. نعم إن شاء الله. في سؤال ثاني غير الأخت، تفضلي. تفضلي. وني خطبوني حدود 8 يوني عندي يا شيخ، ولما يزين عندهم صح زينة في البيت شوي، نهم مو زينة مزعية، الزين هم عندهم وندر ونروحوا مع ديون. نعم ما فهمت السؤال الثاني، موضوع خطب خطبوه خطبوها 8 نعم طيب إيش السؤال؟ أيوة خطبوها 8 شيخنا. أيوه البيت عندي، الله يرضى عليكم. نعم. خليني معك يا أخو. أيوه البيت عندي ونزل عندهم اللي مزينة، ماني على الطريعة في حري ولا ما في حري. طيب شكرا إن شاء الله، يعني يخطبونها وتخرج بالزينة، هكذا فهمت من السؤال، أو بزينتها إذا كان فهمي للسؤال صحيح. هدى من ليبيا. نعم هذا هو. هدى من ليبيا تفضلي. هدى من ليبيا اسمعيني من الهاتف لو تكرمتي يا أختي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا عندي
عندي سؤالين لو سمحت للشيخ. تفضلي تفضلي. سؤالي هو انا الحمد لله يعني مؤمنه ونصلي ونصيم ونكون. نعم انقطع الاتصال، كان في تشويش في الخط يا اختي هدى من ليبيا، شكرا على الاتصال. عيد الاتصال لو سمحتي. سلطان من العين، تفضل يا سلطان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله. كيف الحال؟ الله يحييك. عندي استفسار عن زكاه المال. نعم تفضل. زكاه المال تجوز على الاخ والعمال ان شاء الله؟ زكاه المال للاخ محتاج، هو الاخ ما في عنده دخل شهري ولا يشتغل. نعم. ويحصل بالشهر مرة. أيوة. يحصل مرة ما يحصل عند الوالد، مرة عند الأخو. إن شاء الله. مشكور يا سلطان، شكرا، الله يبارك فيك. تفضل يا أم محمد من السعودية نجيب إن شاء الله. تفضل يا أم محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كل عام وأنتم بخير إن شاء الله. وأنتي طيبة حياك الله، الله يبارك فيك. خرج الله من هذا الشهر ونحن مغفورة ذنوبنا بإذن الله. آمين. آمين وإياك. آمين. والله يا شيخ أنا علي دين 170,000، ادعولي أن الله يقضى عني ديني. آمين. الله يبارك فيك يا شيخ. ما معنى قوله ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج؟ إن شاء الله. شكرا حياك الله. هل تشمل ذلك العبادات؟ هل تشمل ذلك مثلا الصلاة كذا؟ إن شاء الله. شكرا حياك الله، مشكورة. فضيلة الشيخ، في موضوع أيضا راتب الزوجة، لمن الزوج قد يقول بأنها تخرج قرابة 9 ساعات يعني إلى من أن تخرج إلى أن تأتي، فهذا الوقت ليس في البيت، لا تخدمه في البيت. لا، هذا في هذا اختلف الآن الحكم في هذه المسألة. له أن يمنعها من العمل إذا كان هو متكفل بالنفقة بكل شيء، له. إذا كان ذلك بالفعل يؤثر على البيت، أما إذا ما كان يؤثر وهو أيضا كذا وليس في البيت رضع أو صغار أو شيء من هذا القبيل أو أبناء في المدارس، ما الذي يؤثر على البيت؟ نعم. ليس هناك، وطالما أنه هو موافق على عملها. أما ليس معنى ذلك أني أنا أوافق لك على عملك لكن بشرط أن يكون لي النص. هذا بما يتفقان عليه صلحا، ولكن ليس له يعني حق هكذا أن يأخذ يعني بحكم الشرع، لا. نعم. نختم هذا المحور شيخنا في موضوع إذا بتشتغلين تصرفين على نفسك، ما في شيء اسمه نفقة. بعض الأزواج يقول اشتغلي لكن تصرفين على نفسك. لا، هذا مقابلي إذا كان الأصل فيها أن تكون في البيت وتخدم يعني مصالح البيت الداخلية والزوجة مصالح البيت الخارجية من الإنفاق من إلى غير ذلك، إذا تصالح على ذلك فلا إشكال فيه، هذا مرتبط بالصلح، وإلا النفقة لا تسقط. تستطيع أن تصر على النفقة وتجلس في البيت، لكن إذا تريد النفقة وتصالحت، هذا مثل أحيانا تهب المرأة نصيبها من القسم لطرف آخر، يعني هذا برغبتها، لا يحل مال المسلم إلا بطيب نفسه. لكن النفقة ما تسقط شيخنا حتى لو راتبها كبير. لا، حتى لو راتبها، حتى لو مليونيرة وهو فقير الإنفاق عليه. نعم. لكن الإنفاق عليه ليس على مستوى الزوجة، هنا الفرق. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم مما تجدون. نعم. على مقدار ما عند الزوج. نعم. نبدأ بأمنة من ليبيا. فضيلة الشيخ، خرجت من 5 سنوات بسبب الحرب شيخنا في نص العدة، ورجعت بعد 5 سنوات أبغى تكمل العدة. لا، هي العدة انتهت، ما في شيء اسمه تكمل العدة. العدة الأصل البقاء في بيت الزوجية إلا إذا عارض، يعني فرضا صار الزلزال وانهدم البيت، هل لازم تموت في البيت؟ يعني أبدا لم يقل أحد بهذا. مرضت، نقلوها إلى المستشفى، حست بوحشة، خافت على نفسها، فذهبت عند بناتها عند أولادها إلى غير ذلك. والأصل عدم السفر، لكن ظروفهم ظروف استثنائية، يعني لا يقال كما يقال للناس الذين لديهم الحمد لله سعى في البلد والأمن إلى غير ذلك وتخرج، لا، هذا لا يجوز. ومع ذلك حتى في البلد إذا مثلا عملها لا يعطونها إجازة، تستطيع أن تخرج في النهار وترجع وتبات في بيت الزوجية، لكن هي خرجت لضرورة فلا شيء عليها ولا إثم عليها، لكنها إكمال العدة مع هذا مع العدة التي بدأت فيها في نفس الأيام، ولذلك انتهت الآن من 5 سنوات، هذا انتهت من 4 سنوات وشوية. نعم. من رأس الخيمة شيخنا تسألك الأخت الكريمة، فلانة تختم القرآن وتهدي ثواب ما قرأت لوالديها، هل شرط كل واحد لوحدة؟ لا، ليس شرطا، تستطيع أن تهب ثواب قراءتها. أولا هي ستحصل على الثواب لأن هي التي قرأت.
ثم تهب ثواب هذه القراءة لأمة الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها. وإن أرادت أن تخصص كل ختمة فهذا شأنها، وإن أرادت أن تعمم ففضل الله تبارك وتعالى واسع، لا ينقص من أجلهم شيء. الشيخ الصاع اللي ذكرته، البعض يقول مثل الصاع المدينة كأنه ما زال موجود شيخنا هكذا يعني، نعم اللي أقل من 3 كيلو وتنقل بالسند المتصل أيضا، يعني المد موجود والصاع موجود، وأنا عندي حبة من هذا وحبة من هذا وبالسند المتصل ما شاء الله، يعني من المشايخ. نعم. نعم يعني اللي هو 3 كيلو ليس هذا، هذا إن هو صاع النبي صلى الله عليه وسلم، لا حتى لا يفهم خطأ، لكن بمثل يعني مثل المقاس مثل كذا، كل واحد ينقل أن مثل هذا فصنع بمثله. نعم 3 كيلو هي شيخنا الأحوط، ليس 3 كيلو أقل، ويختلف من قمح إلى شعير إلى غير ذلك، لأن على حسب الحجم، لأن هذا كيل فيمتلئ، وقد يكون أقل وزنا وقد يكون أثقل وزنا بحسب هذا، ولذلك الأحوط فيه 3 كيلو الاحتياط، وإلا الأصل كيلوين وشوي، يعني حتى في الرز يقال أحيانا كيلوين ونص، لكن هذا باب الاحتياط. ثم من باب الاحتياط أيضا أبين نقطة معينة، لأن السادة المالكية كرهوا الزيادة على الصاع، لكن هم كرهوا الزيادة من أجل ماذا؟ أجل أن لا يستقل الإنسان الصاع. مثل ماذا؟ كما هو لا يجوز أني أنا لما أسبح الله دبر كل صلاة 33 أنا أقول لا 33 شوية خليها 50، هذا لا يجوز، هذا تغيير في ما نص عليه الشارع. لكن لو أنا جيت تطوعت بزيادة من باب الصدقة من باب الإحسان لا شيء في ذلك. نعم. الأخت شيخنا عندها سؤالين من أبو ظبي منى. سؤالها الأول، أنا في خلاف مع أختها بشكل دائم، وكنا استسمحت منها قبل رمضان، لكن في القلب شيء الظاهر. أولا لك عليك أن تعرفي هذا الإحسان أو تذكري هذا الإحسان لأختك مهما فعلت، هي ربتك وأنت في بيتها وآوتك، فلا بد أن تعرفي لها فضلا، وهذا الفضل كما قال الله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم، حتى في الأزواج، حتى في، إذا الإنسان فعلا لا ينكر المعروف لا يؤدي إلى الخلافات، لكن الخلافات البشرية واردة، الخلافات الأسرية واردة تحصل في كل البيوت، لكن أنا استغربت منك أنك قلتي استسمحت منها فسامحتني لكني أنا لم أسامحها، هذا 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 خيانة للأمانة. كيف تستسمحين لنفسك وأنت لا تسامحين؟ كيف تريدين أن الله يعفو عنك وأنت لا تعفين عن عباد الله تبارك وتعالى؟ أول ما تفعلين لابد أن تسامحيها وأن تنسي هذه الإساءات، انسوا هذه الإساءات التي تحصل، كثير ما يحصل بين الإخوة والأخوات، كثير ما يحصل بين الأزواج والزوجات، بين الآباء والأولاد، بين الأمهات والبنات، لا بد للإنسان أن يتحلى بشيء من الصبر، أن يصبر وأن ينسى، لأن لا يمكن أن تبع كل خلاف تزرعه في قلبك وتحقد عليه إلى غير ذلك. نعم. سؤال الثاني شيخنا، نستفيد جميعا من موضوع الخطبة، شيخنا يخطبونها ولكن تخرج بزينتها المخطوبة، لا يجوز. الخاطب مثله مثل الأجنبي، إنما شرع الرؤية الشرعية الوجه والكفين وبحضور المحارم حتى لا يؤدي إلى فتنة، أما إذا تزينت وتعدلت معنى ذلك، وهذا أصلا فيه تدليس على الخطاب، لأن أنتم الحين نحن نعرف في عصرنا نحن ممكن أن تدخل، يعني طبعا ليس هناك ما يقال يعني قبيح، لأن صنع الله تبارك وتعالى كلهم فيهم جمال إن شاء الله، لكن الجمال يختلف من شخص لشخص، لكن قد يكون فيه بعض الدمامة أو شيء. الآن بوسائل التجميل يخرجون بنت المرأة اللي عمرها 70 سنة كأنها عمرها 18 سنة و19 سنة، هذا تدليس. فإذا تريدين أخرجي على حقيقتك، حتى لما يختارك على حقيقتك، بعد ذلك لو ما حطيتي مكياج ما يقول له والله يا لا أنت غشيتوني وأنت ما كنت كذا وأنت كذا، لا لا، كما أنت اخترتني كما أنا. نعم. يبارك فيك شيخنا على التوضيح في موضوع أيضا المخطوبة ماذا يرى منها. سنتواصل إن شاء الله مع فضيلة الشيخ ومعكم بعد فاصل قصير، أرجو أن تبقوا معنا.
اهلا بالجميع. تفضلي يا ام يوسف، تفضلي من فرنسا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اولا انا شكرا لحضراتكم جدا على البرنامج الجميل دوت. انا اتصلت بيكم امبارح واسف ان انا غلبني البكاء وما قدرتش اكمل سؤالي. لا بس عشان كده بكلم حضرتك النهارده عشان عايزه اسال فضيله الشيخ. تفضلي. على حكم الراجل ابو ولادي دوت، البنت اللي سبب شراجه عندها 15 سنه، مش عارفه حضرتك فاكر سؤالي امبارح ولا لا؟ انا رديت عليه. اي نعم تفضلي، هي تبغي تكمل. نعم تفضلي. انا حضرتك رديت عليا بس انا ما قدرتش اكمل عشان انا غلبني البكاء وقفلت. طيب تفضلي، ايش السؤال عفوا؟ هو انا استعنت بيه لان البنت بتغلط بقالها سنتين بموضوع كبير قوي، انا مش قادر افسر اكتر. طيب نعم. وحاولت معاه كذا مره ان هو يساعدني. نعم. فهو رافض ان هو ياخد البنت عنده وانا مش عارفه احكم عليها كفايه. نعم. البنت عايزه زي ما بنقول احنا عايزه راجل يكسرها. نعم. مش عارفه اقول ازاي. نعم. واضح نعم. وانا نعم. ما عنديش حد هنا من العيره، ما عنديش حد غيره. اي نعم ان شاء الله. ما عنديش حد خالص. واضح يا ام يوسف ان شاء الله. ولوحدي وهو ابوهم. ان شاء الله واضح. ان شاء الله واضح يا ام يوسف. انا اعمل ايه؟ ان شاء الله مشكوره حياك الله. انا 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 طيب. انا خايفه على بنتي ولغايه دلوقتي بنتي بره وهو يعلم وهو اللي حطها بايده في بيت الست اللي نعم. هي ان شاء الله ده سبب مشاكل اللي فيها بنتي. هي نعم. طالت بنتي اللي هي فيه ده. طيب مشكوره يا ام يوسف جزاك الله خير. والشيخ لطفا منه ان شاء الله بيوجه لان هذه ليست فتوى، لكن الشيخ بعض البنات هي تقول يعني تبغي لها رجل، انا ما اقدر عليها يعني كأم. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. لا شك يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل راع ومسؤول عن رعيته، راع في بيته ومسؤول عن رعيته. التربية يحتاج إلى تعاون بين الأب والأم، ولا بد من احيانا من حزم الاب واحيانا من لين الام شفقه الام، واحيانا اذا كان الاب عاطفيا يحتاج الى شده من الام خاصة ليزدجروا. يعني الانسان احيانا لا بد ان يقسو احيانا لكن لاجل ان يرحم، لانه يحب هذا الطرف الاخر، احيانا يقسو عليه بشيء من الشدة، بشيء من الرقابة، بشيء من التوجيه إلى غير ذلك، حتى يستطيع أن يهديه إلى الطريق، لأن هذه هي الآن في سن مراهقة قد لا تدرك عواقب الأمور، لا تدرك ما يصلح لها وما لا يصلح، وقد لا يكون عندها ذاك الوازع الديني أو الجرعة الدينية التي تمنعه من الوقوع في المحرمات، ولا سيما أنه يعيش في بلد منفتح على كل شيء وكل شيء سيء في الكثير من الأحوال. والأطفال عادة ما يقلدون من يرون من قرناء السوء إلى غير ذلك. فأولا يحتاج إلى شيء من الحكمة في التوجيه، يحتاج إلى شيء من أسلوب الرحمة والعطف والجلوس معها، يعني منك أنت أيضا تبيني لها أخطائها، تبيني لها عواقب هذا الفعل، تحذرينها من هذه الأشياء، لأن هذه ليست في مصلحتها لا في دنياها ولا في أخراها. هذه من ناحية. ثاني شيء لا بد للأبي أن يتعاون في مثل، وإلا سيسأله الله تبارك وتعالى يوم القيامة. يعني كل إنسان قصر في حق من يرعاه فإن الله سائله، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. وهذا من التضييع، وهذا التضييع أكثر ضررا من التضييع الجانب المالي، لأن الجانب المالي قد يتصدق عليه الآخرون، قد يعطيه الآخرون من زكاة أموالهم وتستطيع أن تستمر في حياتها، لكن جوانب الأخلاقية لا بد من التوجيه ولا بد من المراقبة ولا بد من الإرشاد، ولكن بشيء من الحكمة، لأنكم أنتم أيضا تعيشون في بلد يدعون الحريات، ولذلك ممكن أن تشتكي البنت إلى غير ذلك، لكن أنت أيضا إذا خفتي على نفسك ولا خفتي على البنات الأخريات ممكن أن تمنعيها من دخول البيت، لكن هذا ليس حلا. الحل الأمثل أن تجلسي معه. نعم فضي شيخ، في حل مقترح آخر بعد الاتصال من العراق سناتي، هل ممكن يرجعون إلى بلدهم يعني العمام والخوال ممكن يعني فترة معينة ثم يعودون مرة ثانية إلى فرنسا؟ نعم. إن طبعا ما نعرف ظروفهم، نقول إن أمكن. أم حسام تفضلي من العراق، تفضلي يا أم حسام.
للأسف انقطع الاتصال. شيخنا ممكن أن يرجعوا إلى بلدهم يعني فترة معينة، الأعمام والخوال موجودين؟ قد يمكن وقد لا يمكن، لأنك أنت عندما إذا كان عندهم لديهم جنسيات فرنسية وجنسيات أوروبية وجنسيات هذه، قد لا تطاوعهم البنت إلا إذا يعني بالحكمة بس تحت سفر السياحة إلى غير ذلك، وتعرف عن نفسها أنها تستطيع أن تراقبها وأن يعني تستطيع أن توجهها بالحسنى إلى غير ذلك. لأن ما فائدة هذا، حتى إذا ذهبت إلى بلادها تستطيع أن تلجأ إلى أي سفارة وترجع إلى بلدها. نعم. حمد من موريتانيا، شكرا يا يوسف. تفضل حمد من موريتانيا، حياك الله يا أخي الكريم. أنا يعني شركة في رمضان شيء يسموه فتير، يعني خسرنا وما خسرنا. شربت ماء في رمضان أو شيء في نهار رمضان متعمدا ولا ناسيا؟ ناسيا. طيب شكرا. إذا أمكن نجيب أيضا مباشرة شيخنا. نعم. إذا من أكل أو شرب ناسيا صومه، ناسيا أنه في رمضان، فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقه. لكن يختلف النسيان عن ظن بقاء الوقت، هذا في فرق يفرق بينهما، لأن ذاك ليس ناسيا صومه، يعني الذي مثلا يظن أن الليل باق فيشرب ثم يتبين له لا قد طلع الفجر منذ مدة، فهذا لابد أن يقضي. لكن من كان في أثناء النهار فهو يظن أن لا يتذكر صومه، فوجد ماء وعطيه وشرب، ثم بعد أن شرب تذكر. لكن إذا تذكر في لحظتها لابد أن يقطع، لكن إذا تذكر ولا وقال له طيب خليني أكمل الغرشة خلاص أفطر. أفطر نعم. لكن الأخ الكريم موريتانيا شيخنا يكمل بس ما يقضي شيخ. لا يقضي. ما يقضي. نعم. منى من ليبيا. هذا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ألو. حياك الله يا منى، تفضلي من ليبيا، تفضلي يا أختي. ممكن أسأل سؤالين للشيخ؟ نعم تفضلي تفضلي. بالنسبة لي أنا الحمد لله أنا مؤمن، نصلي نصوم نقيم في القيام، نقرأ في الأذكار الصباح والمساء، لكن أحيانا في منامي نشوف. انقطع الاتصال أيضا، ربما في إشكال في خلال الصلاة في ليبيا. شكرا يا أختي الكريمة، حياك الله. سلطان من العين شيخنا كان قد سأل أن زكاة المال هل تجوز للأخ، الأخ لا يعمل وللعمال؟ نعم. أولا الأخ إذا كان ما لديه من مال لا يكفيه لحاجاته نعم فهو من أهل الزكاة، والأقربون أولى بالمعروف في مثل هذه الحالة، لكن بشرط أن لا يكون له راتب، وأن لا يكون له دخل من مثلا تجارة أو شيء من هذا القبيل، وأن لا يكون هناك من ينفق عليه مثل الوالد. مثلا أحيانا لو الوالد ملتزم بنفقته فإذا هذا ليس من أهل الزكاة، لأنه مستكف بما يعطيه والده. والعمال الذين يساهمون في نماء المال إذا كانوا من المسلمين وكانوا فقراء أي مستحقين للزكاة يجوز إعطاؤهم من ذلك المال، أما ليس وبشرط أن لا يكون على سبيل المكافأة، لأن بعض الناس يختار من بين عماله من يجتهد أكثر من يعمل أكثر يقول أنا بعطيه هذا، وكأنه يريد أن يستفيد من مال الزكاة الذي يعطيه لهذا الشخص، يشجعه على الإكثار من الإنتاج. لكن هو ينظر إلى الفقر، فإن كان فقراء ومساكين ومسلمين جاز إعطاؤهم من الزكاة. من معنا من العراق حسام، تفضل يا أخي الكريم. أم حسام تفضلي يا أختي من العراق، إذا أنت معي تفضلي يا أختي، تفضلي بالسؤال حياك الله من العراق. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي يا أختي تفضلي. السؤال عندي محل أشتري يعني حاجة مثل أشتريها بالسين أبي أحض أربعة، يقول يعني بيش أو ما بيش يعني ما أنتج مستخدم، هل تمشي حرام علي ولا؟ واضح سؤالها. السؤال غير واضح يا أختي، بس لو توضحين السؤال في وشة شوي في الصوت. لا سؤال الثاني. لا لحظة انتظري شوية، انتظري شوية، خليك معي يا أم حسام لا تستعجل، انتظري السؤال الأول. السؤال الأول تشترين بضائع مثلا بالدين؟ عندي فلوس. تشترين 25 ضمائتي إنه ما غير واضح الصوت أبدا، الصوت غير واضح، غير واضح السؤال. السؤال الثاني ربما أو تأخذوا منها السؤال لو سمعتم، إذا ممكن تأخذوا منها السؤال شكرا لكم، تأخذوا من السؤال لأنه غير واضح فيه وشه. أم حسام خليك إن شاء الله الكنترول، إن شاء الله يقدرون يأخذون منك السؤال. شكرا على المشاركة والاتصال.
من السعودية أم محمد شيخنا، أولا تدعو ترجوك أن تدعو لها بأن عليها دين، الله يقضي إن شاء الله. الله تبارك وتعالى أن يقضي دينها ودين كل مدين في مشارق الأرض ومغاربها من المسلمين. آمين يا رب العالمين. شيخنا، ليس على الأعمى حرج، هل هذا في العبادات أيضا؟ لا لا لا، ليس صحيح. في بعض العبادات نعم، يعني مثلا إذا الأعمى لا يستطيع الذهاب إلى المسجد، ليس هناك من يقوده ويخشى على نفسه في الطرقات إلى غير ذلك، لا يجب عليه صلاة الجماعة مثلا. لكن الآية ليس الأعمى ولا على العرج حرج في قضية الجهاد، فلا يطالب بالمشاركة في الجهاد للأعمى ولا العرج، لأنه هذا قد يعرقل حركته في أثناء القتال فيؤدي إلى هلاكه، إلا إذا أصبح القتال فرض عين. فإذا أصبح القتال فرض عين بأن دخل الكفار إلى بلد المسلمين، فهنا يجب عليهم جميعا أن يدافعوا عن وطنهم، وهنا ليس هناك كبير ولا صغير ولا ذكر ولا أنثى ولا صحيح ولا مريض، الكل يشارك في هذا الحكم. نعم إن شاء الله. نأخذ أم محمد من العراق، تفضل يا أم محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أخي ممكن أسأل الشيخ عن صبغة الشعر، ما حكمه؟ صبغ الشعر إن شاء الله. لحظة شوي الشيخ، هل بتسأل سؤال لول معين أو شيء؟ خلاص شكرا، واضح السؤال، مشكورة، حياك الله. أبو بدر تفضل بالدبي. أبو بدر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. بغيت أتأكد عشان الفطرة، هل يستوى للخدم تدفع عنهم ولا لا؟ إن شاء الله الزكاة عن الخدم. الفطرة واضح إن شاء الله يا أبو بدر، إن شاء الله، مشكور وحياك الله، شكرا جزيلا. فضل الشيخ، صبغ الشعر، الأخت من العراق تسأل، وإذا كانت المخطوبة صبغت شعرها شيخنا، نفترض في بياض صبغتها بالسواد. لا، إذا كان فيه تدليس فهذا لا يجوز، يعني يؤدي للتدليس على الطرف الآخر فهذا لا يجوز. نعم. لكن إذا صبغت وقالت للخاطبي إن ترى أنا في شعري بياض ولكني صبغت، فما في، لا إشكال فيه. والصبغ جائز ما لم يكن صبغ شهرة، يعني بعض النساء الآن، والصبغ غالبا فيه ضرر أصلا، وخاصة الأصباغ الموجودة الآن، ولكن ألوان ما أنزل الله بها من سلطان، ولا يمكن أن يوجد في بشر ألوان شعر بهذه الأشياء، من بنفسجي، من وردي، من أزرق أخضر، يعني هذا ليس صحيح، هذا اللي يشبه لباس الشهرة، يعني يؤدي إلى، قد يكون أقرب إلى الحرمة من قضية هذا، لأن يؤدي للتشبه بالفساق، ومن تشبه بقوم فهو منهم، لا يليق بالمسلم أن يكون إمعة يتشبه بأمثال هؤلاء. لكن إذا أرادت أن تصبغ مثلا، إذا لم تكن متزوجة أو كانت متزوجة وبرضا زوجها تصبغ الآن أصباغ المعتادة للنساء فلا بأس. وكذلك الأسود الذي أدين الله تبارك وتعالى به، أن الصبغ بالسواد جائز، لأن 50 من الصحابة كانوا يصبغون بالسواد. وأما ما ورد في حديث والدي سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه، يقال أنه خاص به، جنبوه، غيروا الشيب وجنبوه السواد، لأن كان ظهره منحنيا، يعني لا يتصور في مثله أن يكون يعني يصبغ بالسواد، وربما أدى ذلك إلى تدليس. نعم. أبو بدر يسأل شيخنا، زكاة الفطر هل ممكن أخرجها عن الخدم اللي نعم في المنزل؟ تستطيع أن تخرج، جزاك الله خير، إذا كانوا مسلمات أو مسلمين نعم يجوز أن تخرج عنهم، وهذا فضل منك، بس تخبرهم أنك تخرج عنه، ولك الأجر ولهم الأجر كذلك. لكن إذا كان نفقتهم مستقلة، يعني أنت تعطيهم راتب وهم يطبخون لأنفسهم من معاشهم إلى غير ذلك، لست أنت تطعمهم، فلا يجب عليك، وإنما يستحب لك. لكن إذا كنت أنت الذي تصرف عليهم وأنت تطعمهم وأنت يجب عليك إخراجهم كذلك. نعم. زكاة الفطر شيخنا، كان أحد سأل تحت الهواء، زكاة الفطر مثلا 3 كيلو شيخنا، هل يمكن أن أعطي لثلاث أشخاص كل واحد كيلو، أو أوزع يعني زكاة الفطر؟ يجوز، لكن لماذا أغنوا الفقير، لماذا توزع؟ ليس شرط أن توزع على 3، أعطي واحد. نعم. لماذا تريد؟ أنا هذه يعني عدة مرات ذكرتها شمولنا، قضية الزكاة ليس بالكثرة، بعض الناس يظنون أن كلما كثرة أخذوا الزكاة كأني أجري أعظم، لا ليس صحيحا. ما فائدة أن أوزع زكاتي وأعطي 1000 شخص لكن كل واحد 20 درهم، أو أعطي 20 شخص كل واحد 1000 درهم، الأقل يستطيع أن يقضي بها كثيرا من حاجاته. يستطيع، يعني الزكاة فلسفته إغناء الفقير،
يعني بحيث تحوله من مرحلة الحاجة إلى مرحلة أنه هو يكون مساهم في الزكاة. ولذلك بعض العلماء يرون أن يعطى زكاة يعني نفقة سنة كاملة، بل الشافعية يعطى الزكاة يعني يعطى نفقة العمر الغالب. نعم، يبارك فيك فضيلة الشيخ، شكرا على هذه الحلقة، شكرا لكل المتصلين، واعتذر ممن انقطع عليهم الخط، يعيدون إن شاء الله في الغد. في ختام هذه الحلقة باسمكم أتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحيم سلطان العلماء، أستاذ الفقه وأصوله بجامعة الإمارات. الشكر موصول للزميل صلاح عودة الذي يرافقنا في هذه الحلقات بلغة الإشارة. تحيات يوسف الحمادي، تحيات فريق العمل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى الملتقى. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.